يعني حفلة حلوة كتير، يا ريتني كنت حضران، خاصة وفيق حبيب والفنانة اللي صوتها ذهبي ليندا بيطار، بنوجه لها تحية ومصبح عليها. أكيد بنوجه لهم تحية كبيرة. في لها غنية اسمها ورد. ايه مزبوط. ايه فبحبها كتير، تحية لإلك أستاذة ليندا. صار الوقت لنروح للأستاذة هدى لنشوف كمان شو محضرة أخبار فنية لهالأسبوع. صباح الخير يا هدى. صباح الخير. يسعد صباحك. صباحك رنا، كيفكم اليوم؟ نحن مناح، كيفك؟ أنا الحمد لله. تمام. فعلا الحفل كان كتير حلو وكتير مهم، ويبدو أنت ما كنت بالبيت لأنه انعرض على التلفزيونات. بالله جد؟ حتى نحن لا سمع. كنت بس ما عندي كهرباء. ما في كهرباء. آه لا كان عندي كهرباء. شلوني معكم؟ شلوني معكم مشاهدينا؟ لا كنا بس ما في كهرباء. أساسا فكرة عرضها على التلفزيونات كانت كتير حلوة، اللي لحق الكهرباء واللي ما قدر يكون موجود شاف جزء من هذا الحفل على الجد يلي كتير حلو. وبلدنا هلأ فيها هيك مجموعة حفلات كتير جميلة وكتير كبيرة، ونحن بقناة سما وفريقنا عم يحاول فعلا نغطي هاي الفعاليات الثقافية والغنائية والفنية ونقدمها لكم. أما أخباري فهي جولة كما قال ورد على أهم أخبار المشاهير والفنانين العرب، ورح بلش مع فنان صرنا زمان ما سمعنا عنه. هو موجود وعم بينزل أغاني ولكن المسرح اشتاق له، عم بحكي عن حسين الجسمي يلي فعلا هذا الفنان اساسا من القابه انه هو جبل الاغنيه العربيه. أوه. جمهوره بيقول له هاي الاغنيه، عنده طبعا مجموعه كثير كبيره من الاغاني والعطاء الكبير بالفن. يلي صار انه من يومين كان عنده حفله بصلاله اكيد بعمان، وهذا المسرح غاب عنه 7 سنين، فكان الاستقبال جدا جميل كثير، كان حلو فعلا. وهو احتراما لجمهوره بصلالة عمل أغنية خاصة لهذا المهرجان. يا سلام. ولهي لهالمحافظة، وكثير كان في سعادة كثير كبيرة وواضحة من الجمهور الكبير، وحتى صنف هذا الحفل من الحفلات التاريخية المهمة بمسيرة حسين الجسمي. هو نزل لنا مقطع على صفحته على انستغرام، وانا حبيت ورجيكم كيف كانت أجواء هذا الحفل يلي فعلاً تاريخي. تعالوا نشوفه سوا. لا بصراحة فعلاً يعني هيك برومو مدته أقل من دقيقة، بينقل لك حفلة مدتها 2 ساعة بطريقة كتير راقية. تستهي تكوني موجودة عن جد. وعلى فكرة هذا الخط عم بيروح له أغلب الفنانين، وأخباري اليوم رح أتبع معاهم هذا الأسلوب. هن عم بينزلوا لنا كواليس، عم بينزلوا لنا الحفلات بطريقه فعلا راقيه وجميله، وحسين الجسمي مشي مع هالموجه من الفنانين اللي عملوها. طبعا اخر اغنيه عملها حسين الجسمي هي كانت من فتره يلي هي اغنيه فركتوزي، وكثير العالم قالت شو معناتها؟ معناتها هو سر الفاكهه. اوكي حتى او سكر الفاكهه، سكر الفواكه، سكر الفواكه عفوا، سكر الفواكه. فكتير الاغنيه عم تلاقي صدى. اوكي ما فيها كثير لهلا مشاهدات، ولكن بدها شرح مفردات. فركتوز نقطتين سكر الفواكه. ايه يعني بدها توضيح، بدها توضيح اكيد. خبري اللي بعده هو عن مريم فارس. نفس الشيء اللي قلت لكم اياه من قبل شوي، صفحات الفنانين على السوشيال ميديا هي ما عادت اخذ هذا الخط تبع انه انا بالبيت هلا في بشرب قهوه. طبعا عم بحكي عن البعض يلي فعلا مهتم بشغله، مهتم بهالمسيره الفنيه يلي عم بياسسها، ويبدو كلهم صار عندهم يقين انه صفحاتهم على السوشيال ميديا هي ارشيف لهم. طبعا هيك كل شيء بيتخبى ذكريات جميله، وحتى نحن صرنا بنتبع هذا الاسلوب وبننبسط مثلا بعد سنه شفنا ذكرى نزلناها بوقتها، والفنانين عم يتبعوا هذا الاسلوب. مريم فارس عملت خطوه جديده نوعا ما مختلفه. هي كان في عندها حفل بفرنسا كمان يومين يلي قطعوه، ونزلت كواليس هذا الحفل. يلي صار يلي عمل ضجة كتير كبيرة انه في كتير عالم مفكرة انه مريم فارس هي بتطلع بتغني، وهذا الاستعراض يلي بتعمله هو بيكون مرتجل. هذا الشيء ما صح، في تدريب أكيد، في تدريب مدرب. وبقيادتها هي نفسيا، يعني هي شخصيا هي بتقول الإضاءة ايمت لازم تشتغل، حركات العالم يلي معاها، الغنية وين لازم توقف. وإذا بننتبه بحفلات مريم فارس ما بتطلع الأغنية بلاي باك كثير قليل اساسا. اذا بدها تغني اغنيه تكون مسجله، لا هي لايف، كل شيء بتعمله لايف وكل شيء بتعمله مباشر، لانه ابدا ما بتستهون بجمهورها وين ما كان. فحفلها كان جدا مهم ونزلت هذا المقطع. تعالوا بس لنشوف كيف كانت عم تتفق مع كل شيء موجود على المسرح. تفضل.
طبعا دمجنا لا كثير مهم انه عن جد كيف هيك مهتمه بالتفاصيل. الله يعطيهم العافيه. طبعا في نتيجه يا ورد. تمام. في نتيجه كبيره. ولكن بس بدي اقول لكم شغله صارت معي امبارح وكثير لفتت لي نظري عن حفل ميريام فارس بفرنسا. مكتوب باغلب المواقع الالكترونيه هو مكتوب مروحه، بس انا قريتها مروحه. مروحة؟ استغربت انه مين هي مروحة يلي بحفل ميريام فارس ومدري شو. اكتشفت انه العالم نسيانين كل هالتحضيرات ولافت نظرهم هي في هيك مروحة، مو مروحة ابدا، مروحة هيك بوش ميريام فارس. وبلش العالم انه كرمال هيك الاستعراض الشعرات يطيروا وفيديو أيوة. كليب وحكايا ما انه غلط، تركوا كل شيء ولحقوا المروحة. هذا الغلط، لازم يخرجوها مسرحيا تتخبى هاي المروحة. ما تخبت المروحة، طلعت بكل الفيديوهات. فكان كثير طريف صراحة هذا الخبر وحبيت صارت خبر. المروحة هي الترند بالاساس يعني. نسي كل التحضيرات. وهو الغلط، وهو المروحة. مروحة مروحة، انا غلط قريتها. خبر يلي بعده هو عن جديد سعد المجرد. طبعا سعد يعني لسه من فترة الأسبوع الماضي كان عم يحتفل احتفال كتير كبير بوصول أغنيته مع إليسا ل 200 مليون مشاهدة على يوتيوب. هي من أول دقيقة هاي الأغنية يلي هيك يعني كانت صدى كتير كبير وديو جدا مهم حسب رأي أكيد النقاد. في كتير ناس حست أنه هي رجعة لسعد، وفي طرف تاني بيشوف سعد ما يعني ما بيرجع ليتقدم، هو هيك دائما يعني ماشي. رغم كل شيء طلع عليه قصص، صحيح هو ماشي بخط مستقيم وإلى الأمام. وفعلا آخر أغنية نزلها هي كانت منتظرة للصراحة. السبب الأساسي هو التعاون الجديد مع الموسيقار الدكتور طلال. طبعا هو صرح أكثر من مرة عن هالأغنية ونزل لنا أغنيته الجديدة يلي هي العاشق الهايم، وأكيد باللهجة المغربية. كتير حلوة الأغنية وجديدة ومختلفة، ولكن التعليق يلي حسيته مرافق هاي الأغنية من وقت صدورها لهلأ إنه الفيديو كليب هو مكرر وشوي بيشبه فيديو كليب عدى الكلام يلي نزلها ب2020. دغري يعني دغري هيك بيشوفوا السلبي قبل الإيجابي. يلي ما لحقوا شافه أو ما سمعه وما انتبه إنه ممكن يكون الفيديو كليب مشابه، جبت لكم لنشوف مقطع. تعال نشوف إذا بتشبهوا بعضنا. عم نتناقش أنا وياك، شو تقول؟ إنه والله أنا ما حسيتها بتشبهها كثير. ليكي يمكن مزبوط، ولكن كتر الإضاءة الأوفر بالستايل تبع سعد، هو دائماً هو دائماً هيك صحيح. ويمكن صار له هيك فترة بيروح على الطبيعة أكثر فيديوهاته إذا بتتذكروا. نفس المخرج يمكن؟ لا مخرج غير مخرج. فالعالم حست إنه كثير بيشبه وإنه قصة حب وبيحبها وبيجذبها وهذا الحكي كله. أوكي بس أكيد هو مختلف. أم حبيب لجلب الحبيبة، نفس المبدأ. يعني تماماً. خبري الثاني هو عن رحمة رياض. رحمة رياض من الفنانين يلي مؤخراً عم بتقول قولوا عني محظوظة. أنا إيه محظوظة؟ بعد أغنية كوكب قلبت الحظ، وحتى أغنية كوكب كانت جلبت لحبيب من قبل يعني تمام. زواجها أكيد من ألكسندر وهي القصص. فهي مؤخراً عم بتقول أنا محظوظة. وين الغلط؟ كتير. وهذا الشيء عن جد هي عم تلمسه. طبعا رحمة رياض صار لها يمكن شيء اكثر من 12 سنه بالوسط الفني، ولكن مؤخرا وبدايه هذا الشهر كان اسمها من بين الاشخاص يلي احيوا اهم الحفلات باهم مسارح العربيه اللي هو قرطاج. هذا المسرح هو حلم لكل فنان. الجمهور التونسي معروف عليه بالوسط الفني والغنائي انه هو من اصعب الجمهور إرضاءً. كتير صعب يحب فنان، كتير صعب يدعم فنان، وكتير هيك جدي. فوقت حست رحمة رياض إنه اسمها ضمن الموجودين بقرطاج بدورته 56، هي عبرت عن هالفرحة بشكل كتير واضح. وأهم الأشياء اللي صارت معها إنه وقت طلعت على قرطاج وصار في معها مجموعة من اللقاءات بعد هذا الحفل، قالت أنا كانت مثل عم تلعي نفسي من الخوف. على قد مو متوترة، على قد مو عن جد، لأنه أنت رايحة على مكان أنت بتعرفي إنه هذا الجمهور جمهور صعب، بس هن طالبينا يعني لحتى نكون واضحين، لأنه صار في كثير تفاصيل إنه كيف راحت رحمة رياض على قرطاج. هو صار في دفشة جديدة، دفشة هيك كثير صغيرة من فريقها، وفعلا انقبل هذا الموضوع بقرطاج لأنه أسماء معينة بتجي من هذا المسرح، مو حي الله حدا في يروح على قرطاج. فأنا جبت لكم هاي الأغنية اللي عملت لها نقلة نوعية مو بس بحياتها الفنية حتى بحياتها الشخصية، لأنه صار أغلبكم بيعرف أنه كوكب انكتبت لإلها
ولزوجها. فتعالوا شوف كيف كان جمهور تونس وجمهور قرطاج عم بيغني مع هالاغنيه. تفضل. اخر خبر معي لليوم هو لكل محبي بلقيس، بس مختلف شوي الصراحة. يعني كثير قليلين الفنانين يلي بعبروا عن محبتهم للهجة تانية، انجليزي فرنسي منطقي، تحسي انه لغة تانية، انه لغة تانية وقريبة مننا، بس نغني بالهندي فهو هذا الشيء الجديد. ما رح احكي كثير، تعالوا اسمعوا صوت بلقيس بالهندي، لانه كل شيء رح اقوله هي حتختصره تماما بهال 40 ثانية. تفضل. يعني أكثر تعليق كان من بين التعليقات على هذا الفيديو إنه نحن بالعربي ما عم نفهم على بعض، هيك بالهندي. وهي على فكرة كتبت مع هذا الفيديو كثير، هي كتبت إنه الهند هي ثالث دولة بتتابعني كثير كثير على انستغرام، هي عندها تواصلات كثير مع تمام الهند. فلهيك حبيت نزل لهم هذا الفيديو. وآخر شيء عملته بلقيس هو نزلت مثل ميدلي لأغنيتها انتهى، فأنا حبيت أرجع هيك أسمعها معاكم بختام هاي الفقرة. وأنا إن شاء الله بشوفكم. أهلا يا هدى، ناطرينك الأسبوع القادم. باي باي. تفضل تفضل.